شاموا يا ده ازايكم، شاموا يا ده ازايكم، شاموا يا ده ازايكم، لم يغب يا كلام المجد في الكتب قبلك التاريخ في ظلمة، بعدك استولى على الشعوب. يا مو يا ذا السيف، يا ذا السيف، يا ذا السيف، لم يغب. كلام المجد في الكتب قبلك التاريخ في ظلمة، بعدك استولى على الشعوب. يا مو يا ذا السيف، يا ذا السيف، يا ذا السيف، لم يغب. ربيع فيك خبأته ملء دنيا قلبي التعب، لي ربيع فيك خبأته ملء دنيا قلبي التعب. يوم عيناها بساعة السماء تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة النايم. صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية من معرض دمشق الدولي، هالمكان يلي عم يشهد أهم حدث اقتصادي بسوريا. عرضت عليكم كل يوم بفقرات متعددة، عم نحاول نسلط فيها الضوء على أبرز الفعاليات والنشاطات اللي عم تكون خلال أيام المعرض. لكن دائما قبل البداية بفقراتنا مع ضيوف كتار، خلونا نوجه التحية لأبطال الجيش العربي السوري المنتشر على كافة الجبهات. صباحكم عز، صباحكم فخر، صباحكم مصر. وأكيد يصبح على زميلتي سلمى. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، وصباح كل مين عم بيتابعنا كل يوم الصبح تمام العاشرة صباحا. عم نطلع عليكم من أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ، من معرض دمشق الدولي اللي عم بيستقبل 43 دولة حول العالم. يوم عن يوم الإقبال عم بيكون كتير كبير، هيك دايما دمشق عنوانها الفرح وعنوانها الحياة. أكيد هالفعاليات عم تكون بفضل حراس الأمان أبطال الجيش العربي السوري، الله يحميهم. فاصل ورح نبدأ أولى فقراتنا لليوم، خليكم معنا. مشاهدينا عبر التغطية الإخبارية السورية على مدار الانهار مدى إقبال الناس على المعرض وتفاعلهم بالعروض المقدمة. أيضا كاميرا صباحنا غير كان إلى لقاء مع الناس حول عودة معرض دمشق الدولي بعد انقطاع أكثر من 5 سنوات. كيف كانت ردود أفعال الناس؟ خلونا نتابع. احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر. زرنا المعرض يوم السبت المساء والحمد لله الأمور تمام، شفنا الأغراض كلهم الموجودة والمعروضات نحن وبلادنا. أكثر شيء عجبني اللوحات والأعمال اليدوية، والمعرض حلو كتير، حتى التنظيم كل شيء منظم. حلو يعني، تسلينا. شو بتقولي للي ما راح؟
انه يروح لانه يعني سوريا بلشت ترجع اكثر. لا لسه ما رح بس بدي روح. اخبار كثير عليه وفي زحمه وهيك انه جو حلو اوقات حلوه يعني. فرحه كبيره فعلا للوطن وتعبير عن شعورنا بالانتصار. يعني في نشوه في هيك نشوه يعني صار لنا زمان نستفقد هالشيء هذا والحمد لله تحققت الان. رجعت الحياه، رجعت العالم تتفائر، رجعنا نشوف الشلالات المي بالمعرض نحن اطفال، رجعنا نشوف نحن كبار الحمد لله والامور كلها بخير وشفنا هالناس مبسوطه هالاطفال هالعالم. بعدين العروض كانت حلوه كثير بالمعارض مميزه كانت هي الافتتاح يعني كان قوي مو انه بالعكس كان بيشجع اكبر من اكبر عدد هيك والحمد لله المواطنين ما وقفوا كله تردد وكله راح والأسواق كانت شغالة والاقتصاد الحمد لله رجع. كانت الزيارة كتير رائعة يعني والمعرض يعني جدا جدا جميل يعني ما شاء الله شغلات يعني بتطير هائل كل الأقسام كل الأجنحة اللي زرناها الكذا يعني كانت كتير خاصة عندك قطاع الاتصالات كان كتير راقي وكمان في اللهم صل على النبي هذا الغذائية كمان مراكز غذائية كانت كتير ما شاء الله يعني الخير يعني مليان بكل البلد الحمد لله رب العالمين. هيك يعني لا تخف العجة شوي قالوا انه في كتير عجة بس لا تخف شوي العجة. امبارح المساء كنا قاعدين سهرة اللي زاروا المعرض كتير كتير مبسوطين كتير مبسوطين وبهالجمعة وبهاللمة وبهالالفة وبهال نحنا بدنا سوريا ترجع هيك واحسن واكتر. سلمى مثل ما تابعنا ردود أفعال الناس حول إقبال الجمهور بشكل كتير كبير على معرض دمشق الدولي ويمكن كلياتنا تفاجأنا بإقبال الجماهير اللي تعدى يمكن 700,000. أكيد نور يمكن الناس بتفكر أنه أول يوم فقط كان هذا الإقبال لكن مع تخطيطنا المستمرة على مدار الأيام كل يوم بتلاقي عدد كبير من الناس بتقولي بجوز بكرة يكون أخف تلاقي لا بكرة أكثر وحتى عم بيضلوا لوقت متأخر من الليل يعني ناس قاعدة عم مبسوطة بالجو مرتاحة يعني حتى عم بسمع كل يوم من تغطيات مستمرة إنه قديش العالم مبسوط وحابة. في ناس قالت ليش عاملينه 10 أيام عملونا يا شهر يعني. وأكيد هيدا كله بهمة أبطال الجيش العربي السوري بنوجه لهم التحية الدائمة كل يوم. أكيد نور خلينا نروح سوا لأولى محطاتنا وجولة على أبرز الأحداث اللي عم يشهدها معرض دمشق الدولي ومع استمرار تألقه وفعاله فعالياته لليوم الخامس على التوالي حيث شهد معرض دمشق الدولي بيومه الخامس عرض فيلم عرائس السكر اللي بيتناول حالة طفلة مصابة بمتلازمة داون واللي بيصنف كأول فيلم سينمائي عربي بيسلط الضوء على هي الظاهرة. سلمى وتم عرض الفيلم في جناح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أكدت مخرجته سهير سرميني في تصريح للصحفيين أهمية دور الفن في تسليط الضوء على أهم القضايا الإنسانية مبينة أنه الفيلم بيركز على مجموعة من المواضيع اللي بتهم المصابين بهذا المرض وهو رسالة بتوجهها للأهل وللمجتمع. خلونا نتابع سوا. ماما لا تطلعي من الدفع للبري. سويت لك عروسة سكر. سويت لك يا أحلى عروسة سكر. عندها صعوبات بالتعلم، إدراكها للأمور بطيء كتير. ما بدي يا أمي، حاجة حاطتني خدامة لأولاده. إجاني عروستي. حواليكي جمعية ب50,000، بس بدي سجل مروة بمدرسة خاصة. والله ابتسم. أنا خايف آخر عمري يجيني شي ولد عاها. أنا خلفة ما بدي، عندي أولاد والله كافي. كوني خايفة اطلع وإفلات. مين عمل فيكي هيك؟ ودي على أمتي إن شاء الله. لا يعزوني فيكي يا حبيبي. تسلمي لولادك.
لك الله يقصف عمري لارتاح. اذا بدك تريحي راسي بتقطع العرق وبتسيكي دمي. يا رب سيد عروس. بس نور، حضرت الوردة الشامية بمعرض دمشق الدولي برائحتها المميزة ومنتجاتها المتنوعة يلي ما بتخفي قيمتها الغذائية والطبية والاقتصادية، حيث أتاح المعرض الفرصة لتسويق المنتجات اللي بتعتمد على الوردة الشامية كمادة أولية، وخاصة إنها بتستخدم بمعالجة العديد من الأمراض إضافة لكونها مادة غذائية غنية بالفيتامين. أكيد سلمى، نهاية أو ختام أخبار المعرض لليوم، إطلاق ماركات عالمية وملتقيات اقتصادية مع توافد حشود كبيرة من المواطنين لزيارة المعرض والاطلاع على فعالياته المتجددة والمتنوعة. فقد أطلقت المصممة العالمية السورية منال عجاج العلامة التجارية الخاصة فيها مانويلا من دمشق إلى العالم في مركز رجال الأعمال، إيمانا منا بأهمية معرض دمشق الدولي كانطلاقة إلى دول العالم كافة. نور، وبكل يوم حدث جديد عم يدخل حياتنا ويسجل بذاكرتنا، شو هي أهم هي الأحداث يلي صارت بذاكرة اليوم؟ بنتابعها بالتقرير الثاني. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1821 استقلال المكسيك عن إسبانيا، وفي عام 1839 بريطانيا تستولي على هونغ كونغ، وفي مثل هذا اليوم من عام 1889 أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة، وفي عام 1990 الجمهورية الألمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تعلنان نيتهما الاتحاد في الثالث من تشرين الأول من نفس العام. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1923 نازك الملائكة أديبة عراقية، وفي عام 1974 نوفوسيلوف عالم فيزياء روسي بريطاني حصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 2010. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1927 سعد زغلول رئيس وزراء مصر، صباحنا لسه بأوله ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. التالية سلمى رح نتجول فيها على الإبداع السوري من وحي الحدث وأنشطة هالمكان اللي عم ينبض بالحياة، وإنجاز علمي من الشهباء الحاضرة بابتكارات طلاب جامعة حلب في معرض الباسل للإبداع والابتكار.
أكيد نور رح نتعرف على الموسوعة الدوائية الشاملة عبر تطبيق الموبايل واللي بيستند لمراجع عالمية مع أصحاب الابتكار خالد محسن رئيس الهيئة الإدارية بكلية الصيدلة جامعة حلب ومحمد كنان أجاجة من طلاب الكلية. وأكيد هالمشروع كان برعاية معرض الورد يمكن ما بيت الورد بحلب. ماشي خلينا بالبداية نتعرف عليكم أكثر وتحكونا عن مشاركتكم. خالد محسن رئيس الهيئة الإدارية بكلية الصيدلة جامعة حلب وأحد طلاب الكلية، زميلي كنان زميلي مشروع التخرج. نحن عبارة عن 7 أشخاص ضمن مشروع التخرج الموسوعة الأدوية السورية الإلكترونية، عبارة عن موسوعة دوائية شاملة أثبتناها بطريقة علمية كتير عالية الدقة اعتمادا على مراجع دوائيه عالميه مثل الماركتندال البي دي ار بخصوص الادويه النباتيه، المرجع الدوائي السوري الاس دي ار. طبعا كنا كثير دقيقين بادخال البيانات ومدققين كثير على الموضوع لانه اي خطا ممكن انه يسبب هي موضوع نقطه كثير مهمه. بدي اسالكم عنها شباب وشي يسعد صباحكم. خلينا نحكي من وين اجت الفكره الموسوعه الشامله الدوائيه وقديش فعلا لازم تكون دقيقه، يعني لما انا بدي ادخل على هي الموسوعه لازم يكون عندي معلومات كامله وشامله ودقيقه. تماما. هلا نحن اول ما بلشنا بصراحه ما كان مش انه يكون ابلكيشن انه يكون موسوعه دوائيه، كان بغير منحة بس كمان فيه فكره انه يكون هو تطبيق، بس صار انه كونه نحن سنه خامسه عندنا وخاصه بالصيدله فحص الملازمه وغير فحص العام وعندنا يعني الضغوطات الكثيره ما قدرنا نلحق الفكره اللي كانت عندنا. فالدكتور المشرف علينا دكتور ياسر عبجي هو يعني حب يكون كونه نحن رايدين في شيء تطبيق يكون تكنولوجي، فهو اللي يعني اشار علينا انه يكون تطبيقنا كمان انه هو تطبيق بس بمجال الادويه بحيث انه كمان هو للصيدله بنقدر نستفيد منه قدر الامكان سواء كانوا صيادله او طلاب ملازمين او شرائح العامة. فهيك بشكل عام الموسوعة الدوائية كانت شاملة. طيب كنان خلينا نتعرف عفوا خالد خلينا نتعرف من حضرتك بالبداية كيف يتم استخدام هاي المرجعيات وكيف يمكن بيتم أيضا تصنيفها لهي الموسوعة؟ تمام. هلأ هدفنا الرئيسي بالمشروع هو كافة فئات المجتمعية من الطبيب للصيدلاني لعامة الشعب. نحن أدخلنا كل مادة دوائية استطبابه مضاد استطباب كيفية أعطاء الجرعة الدوائية التداخلات الدوائية لها تحذيرات تصنيف الحمل إن وجد يعني مدى أمانة للحامل إمكانية أعطاء للحوامل. بالإضافة لهالشي نظرا لكثرة الشركات الدوائية الموجودة بسوريا عندنا 87 شركة أدخلنا كافة الأدوية الخاصة بكل شركة طلع معنا الإحصائية 8300 دواء مجموعة الأدوية الموجودة بسوريا. طبعا أنت من خلال ما دخلتي نزلتي الابليكيشن فعطاكي الخيارات كاملة قدامك. عم نشوف بعض المشاهد على التلفزيون من التطبيق. تمام. أول شيء رح يطلع عندك البحث حسب الاسم التجاري، مجرد أنا ما شفت علبة دواء عليها اسم تجاري أكيد أدخلت الاسم التجاري فرح يعطيني كافة البيانات عن الدواء، زمرته الدوائية، مسكنات ألم، أدوية قلبية، خافضات الضغط. الفقرة اللي بعدها راح تكون الجرعة وطريقة الإعطاء لأي معمل تابع هذا الدواء، عياره، تركيز المادة الدوائية الموجودة فيه، الحالات المرضية اللي لازم أنا استعمل فيها هذا الدواء، مضادات الاستطباب، الحالات اللي ما بحسن أعطي فيها هذا الدواء، التحذيرات الخاصة يعني بكل مادة دوائية. يمكن مثل النشرة اللي بتكون المرفقة لكل دواء ممكن الشخص يقدر يشوفها من خلال هذا التطبيق. تماما. بس مو اعتمدنا على نشرة نحن، اعتمدنا على مراجع بحيث نتوسع أكثر نكون دقيقين أكثر بإعطاء المعلومة الطبية. وهي يعني هي نقطة مهمة لأنه دائما هلا بتلاقي الناس بتفتح الإنترنت والجوجل بلا تاخذ المعلومة الطبية، هذا بجنبنا الخطأ نوعا ما لما يكون عندي أنا موسوعة دوائية شاملة وفيها المعلومة الصحيحة إن كان استطباب أو آثار جانبية أو سلبية، لأنه في أخطاء شائعة يعني اليوم عم تصير معنا إن كان بالبيت يعني من خلال الأهل الجيران، فهيدا بجنبنا الأخطاء الشائعة اللي عم نتعرض لها بشكل عام. تماما. هو هيك اساس المشروع انه نحن كونه معتمدين على مراجع هي قويه وسواء في منها اجنبيه يعني صار ترجمتها فهي مراجع قويه، فمثل ما قلتي حضرتك انه هي اكثر شيء محنه بتصير الاخطاء هي عن طريق استعمال الادويه بالبيت يعني عن طريق الاهل،
فبشكل عام نحن هذا التطبيق الابليكيشن كان كمان انه مو بس يهم الطبيب، مو بس يهم الصيدلاني، كمان الموجودين بالبيت. فانا الدواء ممكن بس انا ابحث عن اسمه فاخذ معلومات عنه، بس بنفس الوقت انا ما بقدر، نحن ما بنقول انه دائما هذا التطبيق يضل مرجع، يعني في عندنا الصيدلاني، عندنا الطبيب، اكيد بيضل هو الخبير اكثر لحتى يعطي. هي اهم شغله يعني، هي دائما لازم ننوه عليها. يعني الناس بشكل عام بتروح لعند الصيدلاني ليوصف لها دواء بدل ما تروح لعند الدكتور، فنحن هيك وسعنا لهم موسوعه. هي يمكن هي اختصاصيه اكثر للاطباء من الناس يعني. تماما، هو بيضل الطبيب اكيد هو يعني عنده المعرفه الاكثر لتشخيص المرض، بعدها بيجي الصيدلاني انا اعرف الدواء ليش وايمت وكيف نستخدمه والجرعات. يعني هي بتضل الموسوعه والتطبيق هو بس مساعد. انا دائما يعني في ادويه الاطلاع، فينا نقول يعني اطلاع تماما، هو بس معرفه. يعني انا ما بقدر، نحن لازم ننوه انه ما دائما انه احنا هذا التطبيق نستفيد انه اتبعه. يعني هو ممكن غلط واحد ما منتبهين عليه، اخذوا دواء مع دواء ثاني ما موجود او يعني ما انتبهوا عليه، فممكن يصير غلط. والجرعات اهم شيء، التركيز. يعني في ادويه مهمه انه يكون التركيز، بحسب الطبيب على الوزن، فهي كثير مهمه انه لازم يكون دائما متابعين الطبيب. بانه التطبيق هو كمان انه نتبعه كانه نحن بس معرفه، وبشكل عام انه هو بفيد كمان الصيادله وخاصه الملازمين. عندنا فحص ملازمه للصيادله اللي بيكونوا هن بالسنه الخامسه، فكمان لهم دور انه هون التطبيق له دور انه ممكن يساعدهم. لان في عندنا مثل بالملازمه انه بدائل الشركات، يعني كثير مهم بتفوتي على لجنه في عندنا مقابله، فبدائل الشركات بنفس الوقت ليش بنعطيه ليش ما بنعطيه، فانه هو معلومات لازم يكون نحن الصيادلة عنا يعني. تمام خالد، خلينا نحكي يمكن كيف تم العمل على هيدا التطبيق، كيف كانت الأجواء؟ طلاب سوريين رغم كل ظروف الأزمة يمكن عم يفاجئونا بالإنجازات اللي عم يقوموا فيها، خصوصا بحلب. يعني حلب كانت عم تتعرض لظروف صعبة ومع ذلك دائما الإنجاز والإبداع مستمر. خلينا نحكي عن الأجواء، كيف كانت يمكن العمل المشترك بيناتكم أنتم الطلاب؟ بصراحة يعني مثل ما معروف كل سوريا انه جامعة حلب ومحافظة حلب هي محافظة الصمود، وجامعة حلب وطلابها هن جنود ومرادف الاول للجيش العربي السوري على الجبهات. نحن كان عندنا إرادة وتحدي، نحن لازم ندفع عجلة التطور بسوريا للأمام، لازم ندعم بأي شيء ممكن تساعد بتطوير بلدنا، نقدم الحضارة لقدام، نحافظ على المستوى العالي واسم سوريا بالعالي. فلذلك كتقديم شيء كتير كبير أو كفكرة نوعية بكلية الصيدلة عملنا هذا التطبيق. ليش؟ لأنه نحن بدنا شيء على أرض الواقع يتطبق، يستفيد منه المجتمع، يعبر على مدى التكنولوجيا والتطور الموجود بسوريا، نشر الثقافة الدوائية والثقافة الصحية لكافة الفئات المجتمعية. هذا كان هدفنا الأساسي. نحن كل ما كانت الظروف صعبة عنا بالجامعة وعنا بمحافظة حلب كان عم يقوى التحدي عنا، كل ما اشتدت المصاعب زادت الإرادة عنا بشكل كتير كبير. يمكن يعني من رحم الأزمة بيولد الإبداع بشكل أقوى. تماماً يعني تماماً. كل الضغوطات اللي واجهتنا كلها كانت عم تولد إصرار جواتنا، كل ضغط، كل مشكلة، كل شيء صار معنا كان عم تولد إصرار جواتنا إنه لا، نحن بدنا نبدع، بدنا نقدم شيء لسوريا، بدنا نقدم شيء يرفع اسم سوريا بالعالي. بدنا ننشر الثقافة الطبية بشكل واسع، ككلية صيدلة جايين نقدم شيء للمجتمع بشكل عام يستفيد منه، نسهل طرق الوصول للمادة الدوائية. إنه مثلا أنا أخذت دواء أو صارت معي مشكلة، تمام، أنا ممكن مجرد ما فتحت الأبليكيشن طلعت على الآثار الجانبية للدواء، مثلا لقيت دوخة، إنه أنا عم صير معي دوخة، فأنا لازم أراجع الطبيب. هون هالحالة لازم أراجع الطبيب، قال له إنه أنا دكتور عم بستخدم هذا الدواء وصار معي دوخة وغثيان مثلاً، فهون ممكن الطبيب يعدل الجرعة أو يغير الدواء. فشيء مساعد، شيء مكمل للحقل الطبي الموجودين فيه، شيء بيساعد بتطوير معلومات الطبية عنا جميعاً. طبعاً كلياتنا جنود بالعلم ودائماً بنسعى لنزيد المعرفة عند الكل بأي شيء ممكن نقدمه. يعني خالد وكنان، وجودكم اليوم ويمكن هالتطبيق اللي شاركتوا فيه هو أكيد انتصار لروح شهدائنا، شهدائنا بجيش العربي السوري، شهدائنا من طلاب العلم بجامعة حلب. اليوم هذا المعرض قد يمكن قدم لكم
فرصة، يعني يمكن شفنا من أجنحة تانية من دول عربية من دول أجنبية كانوا عم بفوتوا على معرض الباسل ويشوفوا الشباب السوري اللي مشارك ويقولوا إنه نحن ما لنا مصدقين إنه أنتوا قدرتوا بظل هاي الحرب يكون في هيك مشاركة. هل في حدا زاركم شاف اللي شيء اللي قدمتوه كيف كان؟ تماما، هلا هو مثل ما ذكرتي نحن اهم شيء انه نقطة الشهداء، حتى في من كليتنا ومن دفعتنا زميلتنا كانت انه رحمة الأرواح. تماما، هلا نقطة انه نحن امبارح او بمشاركتنا بالمعرض مثل يعني عنا الدكتور مصطفى أفيوني رئيس جامعة حلب اكيد متشكر، امبارح كان عنا وزار قسمنا وجناح جامعة حلب اكيد اعطانا كلماته لحاله كانت دافع لنا، ومثل ما ذكرتي انه نفس النقطة انه نحن رغم كل الازمات اللي مريت على حلب انه طلع مننا شيء، سواء من كلية صيدلة او الكليات الثانية اكيد في مشاريع كثير ترفع الى الطباعة، في كثير افكار حلوة، فنقطة الدكتور مصطفى أفيوني لما اعطانا هي الكلمات كانت كثير دافع قوي، واكيد هي تجربة كثير حلوة لنا انه نشارك نحن بهيك معرض، فرصة جديدة قدرنا يعني مثل ما نحن كان لنا مشاركة تعرفنا على المشاركات الثانية الافكار الحلوة، فهي اكيد نحن يعني شرف لنا كنا هون بهالمعرض، وان شاء الله دائما نحن انه يعني حتى الافكار للابلكيشن ما وقفنا هون، يعني اذا الله في تطوير واستمرار تماما، نحن اذا بس على الستاند عندنا حاطين مثل دفتر استبيان، ففي راي عن التطبيق تمام من الملاحظات، فكانت 95% تقريبا كلها ايجابيه، فنحن كنا نقول لهم اذا في خيارات يعني ممكن نحن تساعدنا، يعني الحمد لله كان في حتى خيارات يعني حلوه ممكن نحن نضيفها لحتى الافاده تكبر، بس انه نحن اساسا كان الابلكيشن كنقطه اساسيه هو اوف لاين، في حتى افكار اجت اون لاين، يعني حتى انه وقت نربط يعني التطبيق يصير بين انه اوف لاين واون لاين كمان هون في صعوبه، بس حتى هدول الافكار نحن اخذناهم ببالنا وباذن الله راجعين نكمل عليهم اكيد. طيب خلينا نحكي اهميه المشاركه بمعرض دمشق الدولي خصوصا لدعم الاقتصاد الوطني، يمكن فينا نقول هيدا الابلكيشن كمان بيعرف على المنتج الدوائي السوري، يعني المنتج السوري بامتياز لما يكون في عندنا مشاركه لاكثر من 43 دوله على مستوى العالم، قديش فعليا انتم كطلاب جامعه بتحسوا انه فعلا نحن ضمن امكانياتنا عم نساهم في دعم الاقتصاد السوري؟ تمام، هلا نحن مثل ما ذكرت الشركات اكيد في لما عم اذكر شركات دوائيه عم اذكر منتجات الدوائيه اكيد في دعم اقتصادي، نقطه اساسيه انه الشركات حتى في يعني الحمد لله في شركات جديده عم تفتح، يعني بغض النظر عن الشركات هي دعم الى نوعا ما فينا نقول كمان اسمعي دعم للشركات الجديده نوعا ما تمام، نحن انه الشركات لما بتكون موجوده يعني عم تفتحوا جديد عرفنا على اصنافها عرفنا على الشركات الجديده اكيد انه هذا دعم، حتى باذن الله التطبيق ما بده يضل داخل سوريا، يعني التطبيق مثل ما ذكرتي في دول ثانيه مشاركين عندنا دول عالميه موجوده، فاكيد بده يصير عندهم فكره عن التطبيق، وحتى من الزوار اللي زارونا كان في زوار من خارج سوريا اعجبوا بالتطبيق ويعني طلبوا يكون في تواصل، فاكيد هذا انه شيء في تبادل، يعني أكيد. ممكن من خلال هذا التطبيق تطبيقات اخرى عالميه يصير في تشاركيه للتعريف على المنتج السوري تمام، ممكن يصير هيك فكره، يعني بالاخير نحن ما نعمل التطبيق بس انه لسوريا، هلا هو كمعلومات كمنتجات هي سوريه النقطه الاولى، بس لما بيطلع هو لما بنعرف تطبيق سوري صار بغير دول استخدمه طالب صيدلي مثلا نعتبر بغير مدينه، لان حتى في خيار من خيارات التطبيق هو بس معلومات دوائيه علميه، فبيقدر يستخدمه هو بغض النظر عن الشركات بيقدر ياخذ منه معلومات، بس اكيد بده يصير عنده فضول لما موجود اكثر من خيار، يعني انا بقلب الابلكيشن في خمس خيارات اكيد بده يصير عنده فضول يبحث يدور في اسماء الشركات السوريه اللي هي 87 شركه، حتى في شركات يعني جديده صار لها شهرين او ثلاثة شهور بمنتجاتها لسه جديده كمان موجودين، فهذا اكيد دعم اقتصادي بصير بكره، يعني بكره ان شاء الله في تواصل بين الدول اكيد، يعني كمان لازم ننوه نور يمكن انه معرض الباسل للابداع والتميز السنه اول مره يفتح، يمكن اللي هي قسم السوفت وير بقلب المسابقه اللي انتم مشاركين فيه اللي هو تطبيقات الموبايل، هل في مثلا تطبيقات ثانيه من المشاركين شفتوها مثلا نالت اعجابكم او حبيتوا انه تعملوا شيء شبيه ولا بس رح تبقوا ضمن هالاختصاص الصيدلاني؟ هلا نحن كتطبيق موبايل او سوفت وير شفنا تطبيقات تانية بس بغير اختصاصات وبغير مجال، نحن هدفنا الأساسي بالأبليكيشن تبعنا هو طبي بحت، دعم الاقتصاد السوري، نحن في عنا خيار اسمه دليل الشركات الدوائية السورية، هذا كثير مهم، مجرد ما الشركات اخترنا هذا الخيار رح يطالع لي ايش في شركات سورية موجودة تمام،
بنقي الشركة اللي بدنا إياها بيعرض لي منتجاتها. حتى بالمرحلة القادمة إن شاء الله رح نشتغل على أساس إنه يكون في عنا خيار ملف تعريفي عن كل الشركات الدوائية الموجودة بسوريا، ميزاتها، شهادات الجودة اللي حاصلة عليها، الأصناف الدوائية اللي بتقدمها واللي رح تطرحها بشكل دائم. دائما في أبديت للأبليكيشن. تمام، مثل ما قلت لك هدفنا الأساسي هو طبي بحت، نشر ثقافة طبية، دعم الاقتصاد السوري بكافة الجوانب الدوائية، بحيث الشركات تعريفها ممكن يعني نحن كشركات دوائية موجودة بسوريا في عنا كتير تقنيات متطورة، تجهيزات متطورة مطابقة للمواصفات العالمية وكتير مرغوبة حتى قبل الأزمة وأثناء الأزمة مطلوبة نظراً لفعالية المادة الدوائية العالية الموجودة فيها. أكيد بدنا نشكرك خالد محسن رئيس الهيئة الإدارية بكلية الصيدلة ومحمد كنان الجاجي من طلاب كلية الصيدلة في جامعة دمشق. نتشكركم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله من تطور واستمرار إن شاء الله كمان بالمحافل الدولية. شكراً كثير لكم. شكراً لوجودكم وتحية لكل أهلنا بحلب. شكراً كثير لكم. أكيد بمشاهدينا هيدي الفقرة برعاية بيت الورد. بيت الورد فاصل صغير بنتابع باقي فقراتنا لليوم. صار الوقت لنروح على جولة على أبرز الأخبار الثقافية، والبداية من المؤسسة العامة للسينما حيث أعلنت بدء استقبال طلبات الانتساب إلى دبلوم السينمائية وفنون الدفعة الثالثة بدءا من يوم أمس الثلاثاء ولغاية 28 أيلول. وحددت المؤسسة يومي الرابع والخامس من تشرين الأول المقبل لأجراء اختبار القبول في صالة كينيدي دمشق بدءا من الساعة 10 صباحا على أن يبدأ التدريس بالنسبة للطلاب المقبولين في تشرين الأول بالصالة 15. وأشارت المؤسسة إلى أنه على الراغبين بالانتساب للدورة مراجعتها لتقديم الوثائق المطلوبة، وهي صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية، صورة عن البطاقة الشخصية وسيرة ذاتية عن المتقدم، إضافة إلى سيناريو فيلم قصير. سلمى بننتقل لخبرنا التالي. وضمن فعاليات موسيقى الجاز في شبه جزيرة القرم، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد الحفلات حيث أشار إلى أن هذا المهرجان مهم، فقد زاروا 150 فرقة من أشهر فرق الجاز حول العالم. ويذكر أن تاريخ مهرجان كوكتيبل لموسيقى الجاز في شبه جزيرة القرم يعود إلى عام 2003 الواقع على سطح جبل قار جاد، حيث يعد هذا المهرجان إضافة فنية وثقافية حقيقية لفصل الصيف هناك. Прежде всего хочу высказать слова благодарности устроителям этого замечательного праздника, музыкальных джазовых коллективов, наших друзей. Музыка – это такой язык, это и есть вот эсперанто, международный язык, который не требует перевода. Он объединяет людей. Большое спасибо нашим гостям, всем музыкантам и устроителям. Поздравляю вас с этим праздником. Всего доброго. وإلى خبرنا التالي، فقد سرقت نحو 400 قطعة تعود إلى عصر الفايكنج من متحف بالنرويج في عملية هي الأكبر من نوعها على صعيد الفن النرويجي. وأشار مدير المتحف إلى أن القطع وبأكثريتها صغيرة ومصنوعة من المعدن لا قيمة كبيرة لها، وأضاف من غير الممكن بيعها في السوق القانونية، ولكن هذه خسارة هائلة لا توصف مرتبطة بالتاريخ الثقافي لهذه القطع وقيمتها التاريخية التي تتخطى بشدة قيمتها المالية. سلمى، لهون أخبارنا الثقافية وصلت للختام. فاصل صغير بنتابع باقي فقراتنا لليوم. Thank you.
اليوم كل الأنظار متوجهة إلى سوريا لتراقب عن كثب مرحلة الأعمار وإعادة الحياة لكل مفاصل البلاد، ليعود ويعتبر معرض دمشق الدولي هو البوابة الأوسع هذا العام لإطلاق المشاريع والخطط والمنتجات الجديدة عبر مشاركات عديدة محلية عربية ودولية شهدتها أروقة المعرض. سلمى، اليوم بصباحنا غير رح نسلط الضوء على مشروع هام وحيوي بهم كل السوريين، هو عبارة عن مقترح دراسة لمطار جديد يحمل اسم مطار دمشق الدولي. لنحكي أكثر عن الموضوع بصرنا نرحب معنا المهندس محمود موسى مدير المشروع والمهندس مجد كشكية مشارك في المشروع. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحكم. بالبداية معك محمود، خلينا نتعرف عن فكرة المشروع. هلا مشروع دمشق، مطار دمشق الدولي هو تيرمينال ثاني للمطار الحالي، تقريبا بنفس الارض قريب منه في اتصال، بس ما راح يكون اتصال بصري بيناتهم. المطار الجديد راح تكون مساحته 84000 متر مربع، راح تكون سعته بين 13 ل 15 مليون نسمه مسافر سنويا، بين 5000 ل 8000 بالساعه. راح يكون في مكان مهبط ل 12 طياره علويه واربع طيارات ارضيات. هلا هو كمطار فينا نعتبره الأول من نوعه بالمنطقة، رح يكون بحجم، يعني رح يخدم مساحة أكبر بكثير من المطار الحالي تقريبا لثلاث أضعاف. الفكرة تبعيته كانت أخذينها من فينا نقول من عمارتنا القديمة وحاولنا ندمج مع العمارة الجديدة لنورجي إن المعماري السوري بيقدر يطلع أفكار أحسن بكثير من اللي هلا عم يطلع معنا. طيب خلينا نحكي شو المميز بهيدا المطار وليش اخترتوا عرضه في معرض دمشق الدولي، عرض هيدا المشروع، وكيف كان استقبال الناس لهيدا المشروع؟ هلا هو الشيء المميز فيه فينا نقول انه بعد الخمس سنين انقطاع، فينا يعني خمس سنين اللي مرقت على البلد، رغم هيك نحن كنا واقفين عم نشتغل، عم نقدم شيء ممكن نقول بصمه للمعماري السوري، بصمه لنا نحن كمعماريين، انه رح نقدم مشروع كثير ضخم، مو مثلا مشاريع بسيطه عم تمرق وكانه ولا اي شيء صار. هلا نحن ليش اخترنا نقدمه بالمعرض؟ كان فينا نقول انه معرض دمشق الدولي كان الرمز تبعيته انه سوريا تنبض بالحياه، فنحن قررنا انه رح نقدمه هلا، رح نورجيهم انه كمان نحن عم نقدم شيء، عم نشتغل بيننا، يعني حتى لو ما كان موجود على ارض الواقع. يعني نحن مثلا هذا المطار صلنا فيه 9 شهور عم نشتغل عليه، بحيث انه درسنا كل النواحي المتعلقه فيه لحتى نقدم احسن مشروع متكامل فينك تعتبره كمطار ليخدم بلد. طيب خلينا نعرف منك كمان مجد، يمكن انعرض بالجناح مكيت او مجسم المشروع، خلينا نتعرف منك على مزايا هذا المطار الجديد. هلا اول شيء بالنسبه لهذا المطار فينا نقول انه هو غير المطار الحالي اللي هو بتالف من طابق ارضي واحد بس، المطار الجديد هو بتالف من ثلاث طوابق، اللي هو صار بحاكي كل المطارات العالميه حاليا، كل المطارات العالميه حاليا هي عم تعتمد تعدد الطوابق. ليش؟ مشان سهولة حركة أول شيء، وكمان مجارات الوضع أكثر شيء. فمطار نحن بتألف من طابق أرضي وطابق أول بالإضافة لمنطقة أحرى اللي هي بالطابق الثالث. فينا نحن الطابق القادمون أو الأرايفلز هي العالم اللي بتيجي على سوريا، هي بتفوت عن طريق الطابق الأرضي. بالنسبة للطابق الأول اللي هو فينا نقول إنه فينا يعني حتى السيارة بتفوت على الطابق الأول بتطلع عن طريق رام. نعم نشوف هلا مع بعض المشاهد من المشروع. فهي السيارة بتفوت عن طريق رام بعدين تطلع على الطابق الأول، فيعني ما في داعي المسافر يتعذب أدراج ومدري شو إلى ما هنالك، فدغري إنه خلص بيوصل على باب المطار على الطابق الأول دغري، بيفوت منه بتوجه بعدين دغري على يعني فينا نقول على تقسيمات المطار الداخلية اللي هي سواء كان الوزن أو الباسبورت، بعدين في عندنا التشيك بوينت، بعدين منه بتوجه للبوابات، بعدين منه دغري على الطيارة. يعني سهول فيه سهولة حركة بالنسبة للمطار من جوا. طيب خلينا نحكي معكم، يمكن 9 شهور مثل ما قلت وكان في تحضير لهيدا المشروع، عدد المشاركين فيه من المهندسين، كيف تمت المقارنة؟ لما أقول هيدا المشروع كأفضل مشروع مطار، تمت مقارنته مع مطارات أخرى حول العالم ليكون في ميزة أو خصوصية بتميزه عن باقي المطارات؟ هلا من حنبلش انا من الاخير، من اخر السؤال اللي سالتيني اياه وبنتقل للاول. هلا ميزته انه هذا المطار، مطار دمشق الدولي المقترح الثاني، انه ليش انا فيني بحطه بدمشق ما فيني احطه بمنطقه ثانيه؟ هلا نحن اخذنا العماره الدمشقيه القديمه، كان فيها النقوش النجمه الخماسيه النجمه السداسيه، نحن اخذنا نجمه جديده اللي هي النجمه السباعيه، ما حدا كان مجرب فيها، ما حدا كان مجرب يعمل التكرارات تبعها، لانه كان عم يطلع يعني عم يطلع شوي صعب التكرار.
نحن ليش اخترنا النجمة السباعية؟ النجمة السباعية بتعبر عن أبواب دمشق السبعة وعن قدسية الرقم سبعة بالنسبة لنا نحن، بالنسبة ل إنه رب العالمين خلق الكون بسبعة أيام والأسبوع سبعة أيام، فهو رقم مقدس تقريبا عن كل الديانة. أخذنا هاي النجمة السباعية، حاولنا نكرر منها تكرارات، حاولنا ندمج معها خطوط، حاولنا حتى نفوتها بالكتلة الإنشائية اللي رح تحمل المطار. ورغم ومع هيك إذا كان موجود هلا بالصور تبع الماكيت اللي شفتوهم، المطار مكون من جناحين يمين ويسار، وبالنص في كتلة كبيرة اللي هي كمان مأخوذة من تجريد خطوط النجمة السباعية. الجناح الأيمن بتبلش النجمة مجردة، بعدين بتبلش تندمج مع خطوط الزيادة أو فينا نقول إن السترينجات الشدادات يلي هي بارامتريك أركيتكتشر مدروسة حسب النسب ذهبية، مدروسة حسب النسب تبع النجمة السباعية نفسها حتى نوصل لنص الكتلة. بس بآخر الكتلة رح تكون الكتلة كلها صافية ما فيها شيء. هذا كان رح نقول رمزية لأنه المطار أو دمشق هي الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. ماضي لما كانت النقش فاضي، حاضر اللي هي العمارة الحالية بارامتريك أركيتكتشر، وفاضي بالأخير لأنه أنا ما بعرف شو ممكن العمارة تقدم لي. هلا الفريق اللي كان عم يشتغل فريق كبير، لأنه يعني إحنا مكتب كبير في أكثر من مهندس معماري كان عم يشتغل. حب أشكرهم كلياتهم، مشكورين على جهودهم اللي كم واحد كان مشارك تقريباً؟ تقريباً سبع مهندسين كانوا عم يشتغلوا فيها. مثل ما كنت عم أقول إنه الفترة اللي أخذناها تقريباً كانت تسع شهور. بلشنا من الخطوط الأساسية، من أسس تصميم المطارات، من استاندرات منظمة أياتا، مقارنة مع المطارات الثانية، أخذناهم كلياتهم بعين الاعتبار بحيث أنه يضل الطابع الدمشقي على هذا المطار، ومع هيك تكون عمارة حديثة. يعني مجد كمان مثل هيك مشروع بينبع من فكرة كتير مهمة، وهي أنه نحن نقدر نخدم بلدنا بمطار جديد فيه وكل يمكن التقنيات ومراعي كل الشروط. يمكن حكى محمود أنه يمكن شفتوا مصادر أو خلينا نقول مراجع عالمية بهذا الموضوع. تمام. على أرض الواقع أدي رح يكون هذا الشيء مفعال فعلا، تقنيات مدروسة بشكل يتلائم كمان مع البيئة بسوريا. تمام. هلا نحن خلال دراستنا يعني مثل ما تفضل محمود انه مو بس يعني درسنا انه خلص درسنا شكل ودرسنا انشائي، نحن حتى درسنا كل التقنيات اللي حتكون بقلبه. يعني درسنا سواء كان نحن كلياتنا بنعرف انه المطار يعني فيه فينا نقول السير تبع الوزن، وفيه مثلا باسبورت، فيه اجهزه حديثه. طبعا هي كلها نحن راسلنا شركات وعرفنا شو هي، عرفنا مثلا ابعادها رح تحسننا ووظفناها جوا ضمن المطار. يعني عرفنا ابعاد، عرفنا كيف تحرق ضمن المطار، قديش بدها ابعاد، يعني كيف حتى هي نعرف نحن مثلا نحن فتنا على الطابق الاول مثلا حطينا امتعتنا، هي الامتعه وين بدها تروح؟ طبعا بتنزل على تحت على البيزمنت على الابو، بعدين في سيارات حتيجي تاخذها بعدين على الطياره مشان تروح مع امتعتنا معنا. طبعا هذا الشيء كله بده اجهزه وبده معدات، هذا الشيء كله مدروس ضمن شركات اجنبيه، حتى في شركات محليه. طبعا حتى في رسلنا شركات محليه هون مشان مثلا اضافه مدرج جديد للمطار مشان الطائرات الكبيره مثلا مثل ايرباص 380، هي من احرص الطيارات الموجوده حاليا. يمكن احنا المدرجات يعني ما بتساعد مثلا تنزل هيك طيارات عندنا، فنحن ضفنا مدرجات جديده مشان تساعدنا سواء كان بالمواد تبعتها او بطولها، يعني كلها مدروسه ضمن اسس ونظاميه عالميه، يعني مشان تساعدنا وتساعد على تخديم المسافر اللي بفوت عنا على البلد. يعني فينا اقول يمكن المشروع مدروس بحرفيه كثير عاليه. خلينا نحكي ليش تم اختيار مدينه دمشق لهيدا المطار؟ ليش ما كان في محافظه اخرى؟ هلا لانه دمشق هي فعليا بوابه البلد، ونحن المطار الحالي مطار دمشق الدولي الحالي يعني ما فينا نقول انه فينك تعتبريه واجهه البلد. اول ما بده يجي المسافر يشوف يطلع انه هذا المطار دمشق، هي اولا. ثانيا من فتره كمان سياره الرئيس ووزير النقل كمان كانوا عم يحكوا انه انشاء مطار جديد، فاحنا كمان حاولنا يعني دعم يمكن هيدا المشروع، دعم هي الفكره مشان نقدم شيء يعني يكون واجهه للبلد، دعم هي الفكره ومهندسين سوريين يقوموا فيها. يعني هي نقطه كمان كثير مهمه لما يكون في مشروع على مستوى هي الاهميه ومهندسين سوريين من قلب البلد. وعم تقول تمت مراسله شركات عالميه ان كان ولا ان كان بلدان اخرى. تمام. أكيد محمود، كمان خلينا نحكي عن الفترة الزمنية يلي بيحتاج المشروع بدءاً لما بنقول نحن اليوم مستعدين للتنفيذ. هلا متى ما قلنا نحن اليوم مستعدين للنفذ، يعني نحن كاستيراد جاهزين لنستورد الأغراض، يعني كل شيء جاهز فينا نعتبر.
حتى رأس المال موجود تقريبا يعني بدنا مده زمنيه بين 5 سنين ل7 سنين بيكون المطار فولي فانكشن، وهي الفتره راح تكون طيارات لساتها عم تهبط بالمطار الحالي الموجود، بس يخلص بناؤه وتنتقل الطيارات للمطار الجديد اللي انبنى، وممكن يتحول المطار الثاني يعمل طائرات خاصه او ممكن المسافه او القرب بين الموقع اللي بده. لا مو كثير بعيده المسافه بيناتهم، لانه تقريبا على نفس الاستراد انت يعني اول ما تفوتي على المطار على ايدك اليمين في ارض كبيره تقريبا هنا. طيب في حظيره للطائرات كانت على الارض اليمين، حظيره هنيك مستودع للطائرات وقطع غيار، فكانت فحطيناها نحن بهالمنطقه هي مشان يكون انه بالنسبه للصيانه بين المطار القديم والمطار الجديد تماما. طيب خلال دراستكم للمشروع يمكن وتنفيذه من 9 شهور يمكن فينا نقول عمل، شو الصعوبات اللي واجهتكم يمكن او مشاكل تخطيتوها يعني؟ هلا اول شغله اول اكثر شيء اكثر فكره اساسيه كانت موجوده عندنا هي انه شلون انا بدي اطلع عماره حلوه يعني مبنى صرح معماري فعلا تحفه فنيه وبنفس الوقت ما نكون دخيل على الحضاره الدمشقيه يعني على ثقافتنا. ما لما تطلع على الكتله تطلع انه من وين اجى هذا مثلا، يعني ما دخلها بعمارتنا لا. فنحن حاولنا قدر المستطاع ندمج بين الثنتين، نوفق بين هدول الفكرتين. هلا البداية كانت صعبة بس لما بلشنا ناخذ يعني لما بلشنا نفوت بالنقش تمام، بلشنا نفهم شلون كانوا عم يفكروا المعماريين اللي قبل، عمارتهم العظيمة اللي كانت موجودة، بلشنا نستوعب شيء صغير منهم. قررنا ناخذ منحة لنا اللي هو اللي كنا عم نحكي عنها نجمة السباعية ونطور منها مدرسة جديدة. يمكن ترجمتوا مدينة دمشق بهي الحالة تماما، إنه في عندنا مدينة دمشق في دمشق القديمة قديمة كتير وفجأة ممكن تلاقي على الطرف الآخر أبنية جدا حديثة، فحاولت يمكن ترجموا هيدا شيء من خلال هيدا المشروع تماما، إنه كان رح يكون شكله كبوابة مثل ما كنت عم أقول بين الحاضر والماضي والمستقبل. كمان محمود لما بنحكي عن العمارة الدمشقية أو العمارة بشكل عام بمنطقة بلاد الشام أو بسوريا بالذات، فبنرجع بنقول إنه هي كانت مبنية على أسس متينة، يعني نحن إذا بنرجع للبيت العربي وبنائه وتصميمه فبنلاقي مراعاة في فرق درجات الحرارة في أماكن أهل البيت بيقعدوا فيها بالصيف، أهل البيت بيقعدوا فيها بالشتاء، هل رعيتوا هذا الشيء؟ هلا عم نشوف العكس، يعني أوقات بنشوف مباني جديدة وحلوة وفخمة بس هي ما بتتناسب مع دولنا العربية لا مع اتجاه الشمس ولا مع، هل رعيتوا هذا الشيء بالمطار الجديد؟ هلا مثل ما كنت عم تقولي إنه عمارة دمشق هي من العمارات المستدامة اللي هي الأسس اللي كانت مصممة فيها البيوت كانت مراعية تماماً بحيث إنه يكون البيت دافي بالشتاء وبارد بالصيف، بيت المونة تماماً كل شيء تماماً كل شيء كان كل غرفة يعني مكانها المناسب محطوطة فيه. نحن على هذا الأساس كمان اشتغلنا، مثلاً إذا شفتي السكاي إذا ما كان واضح بالصور اللي كانت موجودة كنا عاملين سكاي لاين فوق بحيث إنه حتى الإضاءة لجوا تكون واصلة، كان في ملاقف جوا بقلب الكتلة، يعني حتى المساقط مدروسة بحيث إنه أنا لما بكون قاعد بهالغرفة مثل وظيفة الغرفة أنا أكون حاسس تماما، يلي هو بيسمى بالعمارة حاليا هو البعد الرابع تمام. طيب مجد خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمة بعد معرض دمشق الدولي، خلينا نحكي وبعد هيدا المشروع في مشاريع عم تفكروا فيها أو مشاريع حابين تنفذوها على أرض الواقع كمان لدعم إعادة الأعمار في سوريا؟ والله لا حاليا يعني في عدة مشاريع يعني هيك ببالنا بدنا نساويها، طبعا هي دعم بالإضافة لمشاريع الشركة تبعتنا اللي نشتغلها، انا شركتنا بتشتغل ديكور داخلي بالاضافه للعماره. في عندنا هلا عده مشاريع سواء عم نفكر نرجع شوي نيح الساحل يعني نسوي مشاريع هنيك مشاريع حيويه، بما انه هلا فينا نقول انه السياحه رجعت لعنا على البلد، فعم نفكر بشيء هنيك بهذيك المنطقه سواء كان مدينه سياحيه او مرفأ او شيء يعني شيء يدعم السياحه هنيك، بتكون كمان لانه البحر عندنا نحن هو كمان فينا نقول هو الواجهه الثانيه لسوريا يعني بالنهايه، غير المطارات في عندنا الساحل هو الواجهه الثانيه لنا، فيعني مشاريع حيويه هنيك بهذيك المنطقه. طيب ما فينا نقول مثلا مشاريع لبعض المناطق اللي يمكن تعرضت للارهاب بشكل كبير اعاده اعمار لها؟ كنا عم نفكر كمان مجمع استثماري سياحي بمدينه تدمر بحيث انه نخلي المدينه الحاليه مدينه يعني المدينه تبع الاثار، فعم نفكر انه نحط مكانها هنا يعني قريب منها مثل فينا نقول مجمع مثل ما كنت عم اقول مجمع استثماري سياحي موجوده فيه كل الفعاليات اللي بتعبر عن تدمر عن حضاره تدمر، وكمان مثل ما كان عم يقول مجد انه باتجاه الساحل رح يكون في هنيك مرفأ جديد، رح يكون في تلفريك جديد كمان، هي كمخططات لنا لمشروع مشاريع مستقبليه، وفي كمان عم نفكر نشارك مسابقات عالميه، فان شاء
شاء الله. إن شاء الله. يعني يمكن نوري اللي بيميز جامعات بسوريا بشكل عام سواء جامعة دمشق أو غيرها من الجامعات بكلية العمارة هو نهج إعادة الأعمار اللي تبنته هاي الكليات، وكان معنا كثير من الطلاب صحيح. المتميزين بصباحنا غير من دفعة الأمل، دفعة إعادة الأعمار وعمار سوريا. يعني هاي يمكن هذا النهج صار أساسي بدراستكم. اليوم نحن عم نشتغل على ما بعد الحرب، شايفين سوريا المعافاة. خلينا نحكي عن هذا الجانب. يمكن اليوم البناء هو جزء أساسي من بناء الإنسان. يعني أنت لما بتكون مأمن مكان سكن ممتاز للإنسان فهو بيقدر يبدأ بحياته. نحكي عن هذا الجانب أو البعد الرابع مثل ما قلت. هلا اللي كنت عم أقوله أنا إنه العمارة مثل ما كنت عم تقولي بتأثر كثير على حياة الإنسان. على سبيل المثال في سويسرا مرت فترة طلعت في عمارة جديدة هنيك اسمها كيوبيك أركيتكتشر. هاي العمارة كلنا بنعرف إنه سويسرا مرفهة فعلياً، يعني كثير صعب تلاقي فيها حدا ممكن يفكر بالانتحار. بعد ما صارت الكيوبيك أركيتكتشر ازدادت نسبة الانتحار من 2% ل 17%. ليش؟ لأن الناس لما صارت تفوت على بيوتها تحس حالها محبوسة، إنه أنا قاعد بمكعب، أنا قاعد مضغوط مضغوط، متوتر 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 دائما. فصاروا احسن حل اخلص من العيشه شو يساوي؟ ينتحروا. فمثل ما كنت عم تقولي انه المعماري كثير بياثر على حياه الاشخاص، فانا كمعماري لازم امن مستقبل جديد، ذاكره الطفل اللي عاش بالحرب، شلون بدي اغير له اياها، شلون بدي احسسه انه لا بلدك منيحه، بس كانت مرق عليها ظروف وتخطيناها الحمد لله. ويمكن بالحفاظ كمان على العماره السوريه القديمه. بالختام كلمة بتحبوا توجهوها لكل اللي عم يتابعونا أو لكل يمكن مواطن سوري عم يحاول رغم كل ظروف الأزمة إنه يقوم بعمل أو يعمل إنجاز يمكن من مكان عمله أو من بالبيت يمكن. أنا بحب أقول للناس اللي عم تشتغل عم تتعب وممكن ما عم تلاقي نتيجة حاليا إنه صبروا، مجرد المحاولة فينا نقول مجرد المحاولة، إنه بحب أقول إنه صبروا، يعني إنه رح يطلع منا شيء. أنا حاسس كتير كتير متفائل، يعني إنه البلد بلشت تنطلق باتجاه التطوير، باتجاه التحديث، نو بلشنا نطلع، رجعنا. مجد تفضل. يعني فينا نقول غمامة سوداء وراحت. أكيد، يعني يمكن بهمة هذا الشباب المبدع، ويمكن دائما نحن بنقول إنه القادم أحلى وبكرة أحلى. أكيد وجودكم بهذا المعرض دائما هو كمان بوابة نصر، هذا المعرض بوابة من بوابات النصر بسوريا. شكرا لوجودكم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. أكيد نتشكركم لوجودكم معنا. مثل ما قلتي سلمى، يمكن هذا المعرض بوابة النصر الكبير لسوريا، والمفاجئ دائما نسبة الشباب المشاركين في هذا المعرض. فأكيد بهمة شباب السوريين رح ترجع تتعمر سوريا، وبهمة أبطال الجيش العربي السوري. أكيد، وكلنا فخر فيكم. شكرا كثير لكم. أما هلأ مشاهدينا صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار ونطلع سوا على أهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلي بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك سلمى. موجز الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى وبلدات الطيبة وقلعة الطيبة وظهر الحمرة وصيدة السن واللاطوم الشرقي واللاطوم الغربي والشيخ إبراهيم والقبب الفرنسية وقصر الحير الشرقي والسوق بريف حمص الشرقي. إلى ذلك نفذ الطيران الحربي السوري والروسي سلسلة طلعات جوية وجه خلالها ضربات مكثفة على مقرات وتحصينات لمجموعات من تنظيم داعش الإرهابي وطرق إمدادها في تلة علوش ومحيط منطقة المقابر وطريق وادي الثرد بدير الزور، ما أسفر عن مقتل 15 إرهابيا وإصابة آخرين. أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها مستاءة من نفاق واشنطن بشأن اتهام الحكومة السورية باستخدام الساريين في ريف دمشق عام 2013. الوزارة قالت إن نفاق البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يثير الاستياء، والتي بعد مرور 4 سنوات تتهم الحكومة السورية بالهجوم الإرهابي في الغوطة الشرقية. قتل شخص وأصيب آخر بعد أن فتح حرس حدود النظام السعودي نار عليهما بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة اليمنية.
إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي 7 غارات استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، استهدفت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه ومنطقة الحبرة بمديرية رازح ومناطق متفرقة بمديرية الظاهر، إضافة إلى غارة على مديرية شده، خلفت جميعها أضرارا بالغة بممتلكات اليمنيين. إلى ذلك رد الجيش اليمني واللجان الشعبية على العدوان وقضوا على عدد من الجنود السعوديين وأصابوا آخرين في نجران وجيزان، كما استهدفوا بصاروخ منطقة الصرخة بمحافظة صنعاء، واستهدفوا أيضا تجمعات لمرتزقة النظام الوهابي في منفذ علب بعسير. في خبرنا الأخير، قالت الخارجية الروسية إن موسكو باشرت في صياغة التدابير الحتمية ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا. وقال سيرجي رياباكوف في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، كان يجب على واشنطن أن تفهم خلال السنوات الأخيرة أن لغة العقوبات غير مقبولة لنا، ولكن يبدو أنهم لم يتوصلوا لفهم مثل هذه الأمور الواضحة. نهاية الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو. صباح نغير. شكرا لك بهاء من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير. أكيد سلمى، هلأ ننتقل لحصة الفن بفقراتنا لليوم، فقد تم استخدام الفن العجمي وهو فن إضافة الزخارف الخشبية التزيينية للأسقف والجدران من قبل الحرفيين الدمشقيين في بداية عصر الإمبراطورية الأموية، وذلك لتزيين المساجد والقصور، وما تزال هي الحرفة عم تحافظ على نفسها في دمشق إلى يومنا هذا. أكيد نور، وتصدر العديد من منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، وضمن معرض دمشق الدولي كان له حصة كبيرة بهدف الحفاظ على هذه المهنة التي تشكل جزء من التراث السوري مع الحرف التقليدية السورية المشاركة في هذه الدورة من المعرض ضمن جناح تابع لوزارة السياحة، جناح شيوخ الكار. ومن شيوخ الكار معنا اليوم بيصيرنا رحب بعرفات أوطباشي، وهو رئيس غرفة سياحة شعبة المهن في غرفة سياحة دمشق، وأيضا مختص بالرسم النباتي على الخشب العجمي، لنحكي أكثر عن الفن العجمي وشيوخ الكار المشاركين ضمن المعرض. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. قبل ما نحكي عن الرسم النباتي على الخشب العجمي، خلينا نحكي بالبداية عن أهمية المشاركة في معرض دمشق الدولي للحرفيين، لدعم الحرفيين اليوم اللي عم يحاولوا رغم كل الظروف يحافظوا على هي الحرف القديمة اللي هي يمكن صارت هوية سورية. فينا نقول طبعا هلا مثل ما بتعرفي هي حرفنا التراثية هي عبارة عن هويتنا، وهي مسجلة بتراثنا غير المادي. فأهم شيء بالنسبة للحرف التراثية هي انه في عنا استمراريه، يعني هلا كان في عنا هجوم على الحرف التراثيه وهجوم على الحرفيين من خلال فتره هجوم على الوطن كله كامل، يعني حتى حاولوا يستقطبوا الحرفيين التراثيين ويسرقوهم من عنا من البلد، لكن نحن الحمد لله يعني من خلال شيوخ الكار ومن خلال حرفيين وطنيين بقينا بالبلد وحافظنا عليها وتمين متابعين بهالحرف التراثيه سواء بالتعليم او بالتدريب لحتى نحسن ننقلها من جيل لجيل ونحافظ عليها. طبعا بالنسبه للحرف التراثيه كمان في اهميه ثانيه، هلا بتعرفي خلال فتره اعاده الاعمار اول شيء مثلا اي مكان تراثي بده يصير عليه مثلا بحاجه لترميم، بحاجه لاصلاح، هذا كله بحاجه لحرفيين تراثيين. فهي الحرف التراثيه نحن هلا كان من خلال معرض دمشق الدولي شاركنا وورجينا بكل الحرف التراثيه قديش قدره الحرفي السوري وقديش صموده وقديش قدرته على المتابعه. فكان فعلا في مشاركه رائعه، غطت تقريبا كل الحرف، وكان في عندنا شيوخ كار متميزين، يعني شاركوا بقوه وشاركوا باجمل الابداعات الفنيه اللي هن شاغلينها واللي هن عم يدربوا ويحافظوا عليها. طبعا بالنسبه كان في عندنا مشاركه اللي اخذنا جناح الصناعات التقليديه، كان تحت رعايه وزاره السياحه، تقريبا اكثر من 80 حرفي اللي شاركوا ضمن جناح هذا خاص بشيوخ الكار. طبعا في جناح ثاني كمان حرف تقليديه، لكن هذول شاركوا حرفيين مهره وحرفيين مبدعين من مختلف انحاء سوريا من مجموعه من المحافظات، كمان ايضا بالحرف التراثيه ضمن كمان جناح اخر لوزاره السياحه. فكان في تكامل وكان في روعه وجمال،
يعني فأنت بتشوفي كل الحرفيين مجتمعين مع بعض، كل الحرفيين سواء مثلا هالفسيفساء، بين مثلا بتلاقي الحرف الخشبية، بتلاقي الحرف النحاسية، المزيك، الصدف، يعني حتى الفضة بأنواع المختلفة طبعا اللي هي بتيجي ضمن التراث، البروكار الدمشقي، كلها تكاملت مع بعض البعض وكان كله متواجدين، فصارت مثل تظاهرة كبيرة، فصار في تقريبا استقطاب كبير لهالجناح وعدد زائرين يفوق التوقعات. طبعا يعني معروفة الأسواق الدمشقية القديمة هي قبلة لكل الزوار والسياح من جميع الدول، يمكن هذا الشيء أكيد جسد من خلال مشاركتكم قديش كان في إقبال من الوفود اللي إجت، الوفود العربية أو الأجنبية على القسم المخصص لكم. يعني كان بشكل كبير، يعني كان تقريبا أهم يعني بالنسبة للسائح الأجنبي أو حتى ابن البلد، يعني كان أهم شيء عنده بالنسبة له يفوت يشوف الحرف التقليدية ويتعرف عليها. يعني رغم أنه مثلا هلأ أزمة، يعني نحن تقريبا خلينا نقول بنهاية الأزمة، لكن مع ذلك تفاجأنا نحن بهالعدد الكبير، يعني حتى يعني نكون مثلا لح يخلص المعرض ولسه على العالم في وفود جاية عم بتجي ومبهورين، يعني مبهورين طبعا مبهورين لانه عندك حرفي سوري دمشقي اصيل عم يحافظ على هي الحرفه رغم كل الظروف. بدنا نوجه تحيه لكل الحرفيين لانه نحن بنعرف قديش يمكن الضرر الكبير اللي صار، يعني اللي صار للحرف التقليديه خصوصا مع انخفاض مستوى السياحه، كان في كثير ضرر كبير عليكم، بس تحيه لانه بنحسه كمان جندي الى جانب الجندي العربي السوري. خلينا نحكي هلا معك عن الفن العجمي، الرسم النباتي على الخشب العجمي. هلا طبعا بالنسبه للرسم النباتي على الخشب هو من الحرف التراثيه الدمشقيه المسجله بتراثنا غير المادي لدى اليونسكو. طبعا هي من اهم هذه الحرفه مثل ما لك شايفه. خلينا نشوف عباره عن فيها تجمع بين الزخارف النباتيه والزخارف الهندسيه واضافه لزخارف الخط، فهي بتجمع الثلاث فنون اللي هي كانت مع بدايه الدوله الامويه الظهور تبعها او التخصص تبعها. دمشق تميزت بهالحرفه واستمرت فيها يعني تقريبا من بدايه خلينا نقول الدوله الامويه الى الان، تخصصت بهذا المجال وابدع فيها الحرفه الدمشقيه. اذا بتفوتي مثلا لاي بيت دمشقي قديم لازم يكون عنده هيك لوحة، لازم يكون في شيء من هالحرفه، بتلاقي ابواب اليود، بتلاقي كتابي، حتى صار تسميتها الشائعه الدهان الدمشقي. يعني ليش سموه الدهان الدمشقي؟ مثل مثلا في بيت بدون ما يكون فيه دهان، فشيء اساسي خلينا نقول بالبيت الدمشقي لازم يكون في موجوده مثلا هالحرفه او هالقطعه الفنيه اللي بتمثل الفن الدمشقي العريق. طبعا هي رغم سهولتها، يعني هي سهله وصعبه، يعني هي بحاجه لشويه ذوق وبحاجه لتمكن، فهي سهله وبنفس الوقت صعبه هالحرفه، فتستقطب عدد كبير يعني من الراغبين، بتلاقي كثير في دائما في عليها استقطاب وفي عليها طلب، لانه بتظهر مواهب وبتظهر ابداعات، وهي مفتوحه بكل المجالات، يعني حتى مثلا بالديكورات الحديثه ممكن ننزلها، بالديكورات القديمه، بالتصميم التراثي، يعني فيها شيء تراثي ما يزال محافظين عليه، وفيها مجال مفتوح خلينا نقول للابداع، فهالمجال اعطاها افق كبير واعطاها انتشار على مستوى العالم. يعني هلا مثلا حتى بالمتاحف العالميه بتلاقي في قاعات دمشقيه، قاعات دمشقيه احيانا خلينا نقول كلفت مليارات الدولارات لتنتقل لهالمدن الكبرى بخارج سوريا لحتى تعرض ويعرض هالفن العريق. نعم، يعني سيد عرفات، يمكن مثل ما قلت هي الحرفه هي من الحرف اللي سافرت لبرا، صار في لها انتشار واسع مو بس ضمن سوريا، وكثير قلال يلي بيشتغلوا، وهي دائما معروفه انه هي الحرف تختص فيها عائلات، لهيك بصيروا من الشيوخ الكار. هل هذا الشيء ضل محصور ولا قدرتوا توسعوه وحبيتوا تعطوا هالخبره للناس وما تحتكروها، يمكن علمتوا ناس جداد؟ هلا مثل ما بتعرفي هي دائما الحرف التراثيه ترتبط من الاب الى الابن وتتوارث. هلا هو كان عاده بالقديمه كان يعلم حتى الابن الاكبر، يعني باقي افراد العائله ما لهم حق بالتعلم، يعني الاب فالابن الاكبر، باقي الاسره ما بيعلموه. بعدين صار في خلينا نقول توسع بشكل اكبر، صاروا يعلموا العائله كامله. هلا ما تزال في بالنسبه لهالحرفه مجموعه من العائلات اللي بتحافظ على ومنهم عيلتك طبعا. هلا عائلتنا عم تحاول تحافظ نوعا ما على هيدا، حتى تم تكريم
يعني جدي متوفي من فترة طويلة، تم تكريمه السنة الماضية كونه نشر الحرفة ضمن العائلة وأخرجها ضمن نطاق من نطاق العائلة، كانت محصورة حتى بعائلتنا، ما كانت منشورة بباقي العائلات، لكن هو أخرجها لأقربائه لأولاد عمته ولأولاد خالته، فانتشرت بمجموعة من العائلات الدمشقية اللي هن أقرباء جدي، فتم تكريمه أنه خرجها. طبعا حتى أولاده نشرها خارج سوريا، كانت تقريبا انتقلت للعالمية خارج سوريا وضمن سوريا، وحتى أحفاده نشروها خارج سوريا، لكن تبقى اليد دمشقية. يعني أي عمل كبير بيتم خارج سوريا دائما بيتم هذا العمل، خلينا نقول بأيدي سورية وبأيدي دمشقية. ممكن تكون أعمال بسيطة، يعني هلأ مثلا نحن بنطلع أعمال تركيب، أعمال شغلات ما تتجاوز شهر أو شهرين خارج سوريا، لكن العمل دائما يبقى ضمن دمشق وبأيدي دمشقية. طبعا بالنسبة لمثل ما أنت حكيتي، نحن هلأ انتقلنا من موضوع خلينا نقول العائلة، صرنا ندرب بشكل كبير. يعني هلأ حتى من فترة كان في عنا تقريبا دورات كانت برعاية وزارة السياحة واليونسكو، وهذا شيء جديد يمكن نور، لأنه كثير إلا للشيوخ الكار أنه يعلموا للأجيال القادمة. عادة بنشوف أصحاب المهن بيحتكروها، ولكن نحن عم نشوف العكس حاليا. لا نحن العكس تماما، يعني حتى أنا كان في عندي، أنا بالنسبة لي كنت عم أدرب حرفة الرسم النباتي على الخشب، كان عندي تقريبا 66 متدرب ومتدربة، وحتى يمكن تتفاجئ أنه كانت الفئة الأكثر رغبة بالتعلم هي الفئة الجامعية الشبابية. يعني كان عندنا طالبات جامعة معيدين بكلية العمارة، حتى كانوا عم يجوا يتدربوا لحتى يوسع أفق خلينا نقول تصميمه بالبيوت القديمة، أو لأنه هي الحرفة تقريبا ترتبط بالتصميم بشكل عام. وهذا اللي بدي أسألك عنه، يمكن أنه أنتم عم تحاولوا يمكن الحفاظ على هي الحرفة الدمشقية القديمة، ودائما باستمرار للدورات، إقامة دورات، حضرتك عم تقيم بدورات مستمرة يعني على مدار العام، ويمكن مثل ما قلت الفئة المستهدفة كانت شبابية، وعم نتفاجأ حتى ربات بيوت عم يشاركوا. قديش مهم فعلا نحافظ اليوم على هي الحرف الدمشقية القديمة، الشغف اللي عندك يا نشوفه كمان متوارث عند كثار. يعني هو هذا عم يخلينا كثير، يعني انا كل ما بيتعلم حدا، كل ما بلاقي مثلا في حدا بيجي يعجب بهالحرفه، يعجب بالاعمال، فهذا الشيء بيخلينا نكون مسرورين ونرفع راسنا كثير. يعني بنحس انه نحن عملنا شيء، انجزنا شيء، وحافظنا على تراثنا. يعني هذا ما هو موضوع سهل، لانه بالنسبه للحرف اليدويه هي تعتمد بشكل اساسي على الحرف، على اليد الحرف، وهي على اليد، يعني على الحرف هو اللي بيشتغل بايده. لا مثلا، واضافه لذلك كلفته بسيطه. يعني هلا مثلا اي معمل باي حرفه مثلا غير تراثيه بحاجه لراس مال كبير، هي فقط بحاجه لمهاره الحرفي وابداعه، فتعليم الحرفي هذا الشيء كثير مهم جدا. وهلا بالنسبه لنا حاطينه خلينا نقول بالمرتبه الاولى او اهم مرتبه. نعم، يعني استاذ عرفات، حضرتك رئيس شعبيه المهن في غرفه سياحه دمشق، خلينا نحكي يمكن عن اهم الاشياء القادمه ايضا اللي عم تشتغلوا عليها خارج اطار مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي. هلا طبعا بالنسبه لمعرض دمشق الدولي، يعني نحن في عنا افكار كبيره. هلا مثلا عم نحاول، في عنا بدنا نطالع دورات جديده، مو لا طبعا لحرفه، لكان في عنا دورات تقريبا ل 15 حرفه كانت برعايه اليونسكو. هلا في عنا دورات مجانيه، هلا ان شاء الله بعد العيد اللي حيكون في عنا مجموعه من الدورات المجانيه كمان بمجموعه من الحرف، رح تكون تقريبا بسوق المهن اليدويه التكيه السليمانيه كونها قريبه، وممكن يعني حتى اللي عم يدرسوا بالجامعه فيهم يتبعوا هي الدورات. اي حدا ممكن يشارك، ما في يعني اي حدا ممكن يشارك بهي الدورات ومجانيه. هلا هو دائما مثل ما قلت لك، كانت اول دورات مجانيه، وان شاء الله هلا كمان في دورات جديده كمان مجانيه. يعني نحن عم نحاول دائما ما يكون في كلفه، يعني هلا مجرد ما دخلنا بموضوع الكلفه قد يكون مثلا في انسان عنده رغبه لكن ما عنده الامكانيه، خصوصا ضمن ظروف الحرب. يمكن هي فرصه يمكن لكثير من الناس، يمكن ليكون عندهم فرصه عمل لما يكون في دورات لتعليمهم حرفه معينه. يعني انت بنفس الوقت عم تحاول تحافظ على هي الحرفه، وبنفس الوقت اتاحت فرصه للعمل لكثير من الناس اللي تضرروا بالحرب. طبعا، لانه هلا نحن اول وحده دربنا واستفدنا منه، لانه هلا مثلا ممكن هي الحرفه يشتغلها، مثلا هي الحرفه او اي حرفه يدويه ممكن يشتغلها بايده، يعني ببيته، مو شرط يكون عنده مثلا مكان كبير خلينا نقول للعمل، يعني فممكن تساعد وتساند ربة المنزل. هلا مثلا على سبيل المثال، مثلا في اعمال الكروشيه، اعمال الكروشيه هي كان في لها دورات عنا،
فهي مثلا ممكن حتى مثلا اذا كانت عائله متضرره ممكن خلينا نقول ربة منزل تساعد زوجها او تساعد عائلتها من خلال هالاعمال اليدويه، من خلال التطريز اليدوي، من خلال هالاعمال الفنيه خلينا نقول بسيطه تكون مصدر دخل لعائله وتعيشهم يعني خلينا نقول حياه كريمه دون خلينا نقول دون المساعدات او دون اي شيء. ف يعني هذا اقدم اكبر مساعده. هي رساله جدا جميله عم تكون فيها، يعني هي الحرفه اليدويه لانه هي عم نعطي خلينا نقول مثل يعني حرفه ما بتموت وبنفس الوقت هي بتحفظ تراث البلد. بدنا نشكر وجودك معنا سيد عرفات الطباشي، بنتمنى لكم كل التوفيق مو بس بهذا المعرض يلي عم تبرزوا فيه ثقافتنا وتراثنا لكل العالم بكل شغلكم وبكل النشاطات القادمه. شكرا لك. عفوا، شكرا جزيلا، شكرا للقناه تبعكم وشكرا لكم على اهتمامكم بالحرف التراثي. اكيد بدنا نشكرك، ونحن بدورنا يمكن عم نحاول نسلط الضوء على جميع الحرف السوريه التقليديه. نوجه لكم التحيه، نوجه التحيه لكل حرفي سوري عم يحاول رغم كل ظروف الحرب انه يستمر ويحافظ على هذا التراث السوري. خلونا هلا ننتقل مشاهدينا لفقرتنا التاليه، وارض المعرض دمشق الدولي عم تستقبل كل يوم الاف الزوار اللي عم يجوا من مختلف المناطق ليشاركوا ويتقدم ويشوفوا ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي كثير من العروض الاقتصاديه والفنيه. كاميرا الاخباريه السوريه رصدت اجواء اليوم السادس للمعرض مع زميلتي اريج فرزلي، خلونا نتابع. يسعد اوقاتكم مشاهدي الاخباريه السوريه، نحن اليوم عم نرصد مثل كل يوم فعاليات معرض دمشق الدولي المستمر لمده 9 ايام. نحن الان موجودين بمسرح الطفل، هالمسرح يلي رجع ألقه ورجع فعالياته بعودة معرض دمشق الدولي والإقبال عليه من الكبير والصغير. هلأ عم نتابع مسرحية للأطفال يلي أكيد بترمز كتير لرسائل، فيها رسائل توعوية وأيضا تثقيفية للطفل. لحتى نتعرف أكثر على نشاطات المسرح اليوم رح نرحب بالمدام سمر جرعة مديرة مسرح الطفل. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم بمسرح الطفل. خبرينا اليوم مسرح الطفل قديش بالفعل بيحمل رسائل توعوية وتثقيفية للطفل. أكيد نحن بانتقال على العروض راعينا كتير موضوع أنه يكون بتحمل رسائل وبتحمل قيم نبيلة نحن نعلمها للطفل، وكمان مشان نساهم ببناء شخصيته ببناء القوة عنده لحتى يكسر الحاجز بينه وبين خشبة المسرح. يعني اليوم رجع مسرح الطفل مع عودة معرض دمشق الدولي اللي بيمتاز بعدة فعاليات، اليوم شو الفعاليات اللي عم تقدموها بالإضافة للعروض المسرحية؟ هلا العروض المسرحية إضافة عروض غنائية، غناء إفرادي في لأبطال ذا فويس كانوا معنا، إضافة كمان لعروض خفة وسحر، مسابقات، في جوائز، في كمان فلكلور شعبي، في كورال، في من كافة الأنواع للفنون، لأنه مثل ما بتعرفي في شريحة الأطفال، في مرحلتين للأطفال، مرحلة صغيرة ومرحلة كبيرة، فنحن بدنا نخاطب المرحلتين، أشياء صغيرة يعني أشياء بنقدمها للأطفال الصغار اللي بالمرحلة الأولى وأشياء بنقدمها للأطفال بالمرحلة الثانية. يمكن الأطفال الصغار أكثر شيء بنبسطوا فيه هي الرسومات على الوجوه. أكيد الرسومات على الوجوه، كمان في التوزيع لهم مأكولات مجانا لكافة الأطفال الموجودين معنا بشكل مجاني، بسكويت، شيبس، أكلات طيبة، هذا إضافة للجوائز، هي الجوائز بتكون بناء على أجوبة صحيحة من مسابقات بنطرح عليهم، ومثل ما شايفه التفاعل المسرحيات بتكون تفاعليه بينهم وبين الحضور، بينهم وبين عفوا المقدم، لحتى نقوي عنده ثقافه التفاعل مع خشبه المسرح. بدنا نلكك شكرا كثير لك والله يعطيكم العافيه. الله يعافي قلبكم، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا مسرح الطفل. كمان في بعض الشخصيات الكرتونيه المحببه عند الاطفال اليوم المشاركه بمسرح الطفل، تفضلي خلينا نتعرف على اهم الفعاليات اللي عم تقدموها، نقرب لهون لو سمحتي. مرحبا. هلا. اليوم قديش الشخصيات الكرتونيه هي بالفعل محببه للطفل وبنفس الوقت فيكم توصلوا رسائل منا ترفيهيه ومنا ثقافيه للطفل عبر الشخصيات الكرتونيه؟ ايه اكيد، هلا هي الشخصيات الكرتونيه الطفل لما بيشوفها على الواقع بينبهر وكثير بيكون فرحان ومبسوط انه هو شايف هيك شيء على الواقع، فبصير في اهالي مثلا بتجي بتقلنا كرمال الله انه قلوا له هيك للولد مشان يرد عليكم. كتير كتير بيحبونا والحمد لله، بس يشوفونا تبع الفرحة يعني شيء كتير حلو. اليوم شو الفعاليات اللي عم تقدموها؟ هلأ اليوم مسرحية كانت في مسرحية للأمانة السورية للتنمية،
هلا انا من فرقه عمو سعيد، نحن قدمنا عرضين جحا والكنز وفلا والاقزام السبعه، ولسه ان شاء الله باخر يوم في عنا عرض. واكيد كل مسرحيه لها مغزى، منوصل عن طريق قصه، منوصل للولد معلومه انه هو لازم يكون هيك. تحيه كبيره للفرقة. شكرا الله يعطيك العافيه. ميرسي كثير لكم. مرحبا. اهلا. انت اليوم شو مشارك بمسرح الطفل؟ اغاني كورال باب شرقي. ومبسوط اليوم بمشاركتك؟ ايه. شكرا. مرحبا. اهلا. محمد يوسف زيتون. اليوم قديش مبسوط اليوم مشارك بمسرح الطفل؟ مبسوط كثير كثير. شو عم تقدم؟ عم نقدم بغنى بالكورال مع الاستاذ طاهر. شو الاغاني اللي عم تقدموها؟ اغاني شعبيه واغاني ايام زمان. شكرا لك. نشكر الفرقه مره ثانيه. يعني اليوم مسرح الطفل حاضر بفعالياته، عم يزرع البسمه والفرح على الوجوه الاطفال وحتى على اهاليهم. نحن رح نتابع فعاليات اليوم لمعرض دمشق الدولي وننتقل لجناح اخر، خليكم معنا. لقد اصبح النمر الطيب، اليس كذلك يا اطفال؟ اعدكم يا اصدقائي الاطفال بان اكون نعم الصاحب. مشاهدينا برصد فعاليات معرض دمشق الدولي يلي بيرمز لعراقة الوطن، وأكيد بأكد على الثقافة والحضارة والتاريخ العريق لسوريا. وبالتزامن مع معرض دمشق الدولي دائما بينطلق يا نصيب دمشق الدولي يلي له طقوسه الخاصة ويلي بتميز في السوريين، وأيضا هو بيرمز لاحتفال سنوي يقام بمعرض دمشق الدولي. لنتعرف أكثر على انطلاقة اليوم يا نصيب معرض دمشق الدولي بصرنا نرحب السيدة غادة جراش. يسعد أوقاتك. أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. خبرينا اليوم عن انطلاقة يا نصيب معرض دمشق الدولي يلي بيرمز أيضا لاحتفالية سنوية بالتزامن مع المعرض. يا نصيب انطلق مع معرض دمشق الدولي، وكان هو دائما يدعم المعرض، لأنه تعرف المعارض دائما بدها يعني مثل ما بيقولوا مصاريفها كبيرة، فدائما كان يا نصيب هو لدعم نشاط المعرض دمشق الدولي. واليوم كيف تتأملوا انطلاق يا نصيب دمشق الدولي؟ هلا يعني بشائر خير، لأنه الإصدار كله مباع وحضور كبير الحمد لله، ويعني كل الوضع كتير آمن ومستقر، وإن شاء الله بتكون حفلة ممتازة وكل بيربح. كيف رح يكون البرنامج؟ رح يكون في حفل فني أيضا مرافق لليا نصيب؟ يعني حفل فني وكمان السحب مباشر على الهواء، وبيحيي الحفل الفنان فارس كرام، وفي عنا كمان فنانين من عنا هو جان خليل ووائل فرح و العديد من الفنانين السوريين. نعم نعم، في صبية كمان معهم. نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا كثير لك. لا اهلا وسهلا فيك. أكيد جوف متنوعين عم يكونوا ضمن المعرض. مشاهدينا أنا بدي أكيد أترككم مع مقتطفات من انطلاق يا نصيب معرض دمشق الدولي. دايما نكونوا عبر شاشة الإخبارية السورية اللي عم ترصد أهم الفعاليات المرافقة للمعرض من مدينة المعارض بدمشق. أريش فرزلي.
الكرم والجود يعني نور كتير حلو. يمكن هاي الفعاليات يلي عم تقام ضمن المعرض منا واللي أكيد بيختص بالأطفال مثل ما شفنا مسرح الأطفال كتير كان حلو التفاعل، يمكن فرصة لحتى كمان يكون في تسلية ممنهجة العلاقة بالثقافة، وأيضا يمكن حفل يا نصيب المعرض هيك رجعنا بالذاكرة لهي السنين لورا. كنت عم تسألي تحت الهواء يا ترى قديش رح تكون الجائزة السحب، ذكرنا لفة الدولاب لما كنا نسمعها على التلفزيون، رجعتنا هيك لهي الذاكرة لهي الأيام الحلوة. أكيد يمكن ما في حدا منا إلا ما إله ذكرى جميلة في معرض دمشق الدولي، وحتى الأطفال إلهم حصة في المعرض، فأكيد من وجه التحية على لكل القائمين على هيدا المعرض على الجهود الكبيرة اللي عم يقوم فيها. ونحن سلمى ضمن برامجنا يمكن وتغطياتنا المستمرة رح نرصد جميع النشاطات والفعاليات للمعرض لآخر يوم. أكيد نور، والإبداع بالأعمار تحت هذا الشعار تستمر فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي لتثبت الاختراعات المشاركة فيها يوما بعد يوم أنه الإبداع السوري لا يمكن أن تتباطأ وتيرته. أكيد سلمى، وكان حصة كبيرة للأطفال من اختراعات وإبداع، لأنه الأطفال هن فرسان الغد وهن رجال بكرة وهن اللي رح يعمروا بكرة. معنا اليوم مشارك بالبيت الذكي بالمعرض عبد الرحمن مطر، نتعرف أكثر عن هيدا الاختراع والإبداع. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عبد الرحمن، تعرفنا عن حالك هيك بالبداية قدي عمرك وتحكي لنا عن البيت الذكي. أنا المخترع عبد الرحمن مطر، عمري 11 سنة. اخترعت البيت الذكي وهو عبارة عن لوحة تحكم تتحكم بكل البيت، في حساس حرارة، إذا صار في حريق بالبيت بيشتغل مثل مكيف وبيصير يعني وبيرسل رسالة للشخص اللي قاعد بالبيت إنه في تنبيه إنه هون في بالبيت في حريق، ويصير ولا جيت على البيت أنا مو معي مفتاح، بكتب كلمة سر على الكيبادة نفسه اللي هي نفسها بتحكم فيها بالبيت، بيفتح لي الباب
نفتح باب باب البيت. باب البيت. وهذا كمان بس يعني شيء بخص الحرارة والباب يمكن الأمان. تحكم بالبيت بالأضوية مثلا. بالأبواب في بابين. هيك شيء. طيب عبد الرحمن خلينا نحكي، هي الموهبة عندك إياها من إيمت؟ يعني إيمت عرفت إنه أنت عندك هيدي الموهبة ممكن تخترع شيء؟ من 3 شهور. هذا أول اختراع إلك؟ هذا ثاني اختراع. شو كان أول اختراع؟ أول اختراع هو برنامج ليجو روبوتات. روبوت ده يمشي على الخريطة كاملة، بده ينفذ فيها مهمات. طيب عبد الرحمن شاركت بشيء غير بهذا المعرض؟ كان في لك مشاركات غير هذا المعرض؟ شاركت مهرجان الطلائع، شاركت ببطولة اسمها WRO العالمية. كنت بدي شارك ببطولة ADC بس ما توفر عمر، كان العمر فوق 13. إن شاء الله بعد سنتين بتشارك فيها إن شاء الله. طيب خلينا نحكي عن الاختراع البيت الذكي، من وين اجتك الفكره؟ يعني ليش قررت تخترع هيدا الشيء؟ صار معكم موقف بالبيت قررت من خلاله انه؟ لا بس هي اجت فكره من استاذي اللي علمني هالموهبه، اللي ساعدني بالمشروع. اجت الفكره منه، قال لي انه زين اجيت على البيت انا ما معي مفتاح، في هيك مشاكل يعني. جيت على البيت مثلا كنت ارجع المدرسه استنى امي. هلا اذا ما معي مفتاح انا بكتب كلمه سر بفوت على البيت انا لحالي، فهيك يعني ما اعتزت لا المفتاح، واذا ضاع المفتاح مني بفوت على البيت يعني ما صار شيء. طيب عبد الرحمن يمكن هي التقنيه بدها كذا شغله، يعني يمكن انت بتربطها بشغلات معينه مثلا بلوحه بتركبها على الباب او شيء، تشرح لنا تفاصيل اليه هذا الشيء كيف بينعمل بالبيت؟ في حساس موجات تحت الصوتيه بيرسل موجات، في عين اسمها تراب وعين اسمها بي، بيرسل موجات تحت الصوتيه من عين التراب، وفي درجه 15 زاويه بتنرد على العين الثانيه اللي هي بتستقبل موجات تحت الصوتيه، فبيعرف انه هون هي المسافه من هون لهون 5 سم. تماما. وفي محرك سير وهو عباره عن محرك دي سي مغناطيس وقطع نحاس ملفوفة، بيشتغل بس فيها مسننات ويعني مثل علبة سرعة، مشان هو بيفتح من 0 لـ180 ومن 180 للصفر. من تفاصيل كثير، كيف حافظ كل هدول؟ لأنه عدت المشروع أكثر من 20 شخص بمارة. شرحت لهم كل هاي التفاصيل؟ حفظتهم. كيف كان تفاعل الناس لما تشرح لهم عن هيدا الاختراع؟ كانوا بيتفاجئوا انه انت طفل صغير ممكن تخترع هيك قصص؟ هلا وقت اجت اللجنه لعندي فحصتني اخذت علامه عاليه، بس قد ايه اخذت؟ ما قالوا لي، بس قال لي عنه علامه عاليه، بس انه قال لي انه عمرك صغير، لو عمرك كان اكبر كنا ما قبلنا هذا المشروع. طيب عبد الرحمن يعني إلى جانب الدراسة، هي الهواية بتطوير خلينا نقول التقنيات أو أنك تعمل روبوتات، تحكي لنا شوي كيف بتوفق هيك بين دراستك وبين هي الهواية؟ هلا كنت أنا خلص مدرستي اسمها الفارابي، وكان معهدي تحته كنت خلص مع مدرسة الفارابي، انزل على المعهد، خلص المعهد اطلع على البيت ادرس، و عشان كان عندي مذاكرة، كان عندي صبر أدرس نفس الشيء كل يوم. كيف بتدعم هاي الموهبة أو كيف بتطورها؟ من خلال المعهد؟ يعني بشاركتك بالمعهد مع الطلاب؟ لا أنا سجلت دورة وتعلمني وأنا صرت أطور لحالي. يعني يمكن شفنا الاختراعين اللي عملهم محمد، شيء له علاقة بالروبوت وشيء تاني له علاقة بأمان البيت، ويمكن هذا الشيء له علاقة بقصة صارت معك إنك إجيت وما لقيت مفتاح. هل كمان هيك بتفكر انك تعمل شيء تاني له علاقه بجوك بالبيت؟ من وين مفكر تاخذ افكارك ولا تتفرج على تجارب ثانيه، تتفرج على التلفزيون يمكن على هيك مسابقات او شيء؟ هلا كنت انا افتح اليوتيوب اتعلم شو في انه روبوتات حلوه التصميم، اتعلم واخذ منها فكره، ادمج شاشه
بيت محرك سويا مشروع. المشروع هذا اللي سويته مشروع تخرج الجامعة. حلو. حابب تكمل بالريبوتات؟ يعني حابب تختص فيها تكمل فيها بتلاقي؟ ايه السنة الجاية اللي حاول اخترع طيارة. شلون هلا الشخص هو بيروح عند الطيارة، هو بيروح لها الطيارة. فهي الطيارة ذكية بروح لعنده بتحمل أوزان وبتطير 50 متر. برافو. ليش هي الفكرة؟ يعني ليش بدك تخترع طيارة؟ شفت على الانترنت شيء حابب تعمله؟ شفت على الانترنت. طيب عبد الرحمن، يعني هيك بختام حديثنا شو تحب تقول يمكن لكل يلي عم بيتابعنا من الاطفال اللي بسنك واللي ممكن يعملوا شيء يخترعوا شيء؟ واكيد كمان بدنا نوجه تحيه لاهلك المتواجدين معنا واللي هن عم يرعوا هاي الموهبه وعم بيكونوا حريصين على انك تتقدم لقدام اكثر واكثر. اول شيء بقول لهم شكرا لكم انه انتم عم تتابعونا، وبعدين بقول لهم انه هي شغله سهله ما صعبه. ما كتير صعب الاختراع، ما كتير صعب انك تخترع. ما كتير صعب الاختراع. هي شو بيحتاج؟ شو بيحتاج؟ الاختراع شو بده؟ شو بيحتاج؟ بده دارة أردوينو ولوحة أم ودارة قيادة، محرك سيرفو، محرك دي سي، شاشة ال سي دي، حساس ان تي سي، حساس التراسونيك، كيبادة. طيب عبد الرحمن بدنا نتشكرك، نتمنى لك التوفيق وان شاء الله يا رب نشوفك يمكن حامل كمان كثير من الجوائز العالميه. عبد الرحمن مطر مخترع سوري صغير، نتمنى لك التوفيق ونحن فخورين وسعيدين فيك. بدنا نوجه مثل ما قالت سلمى تحيه لاهلك. شكرا كثير لك. شكرا لك عبد الرحمن. يمكن نور لما سالنا عبد الرحمن شو بيحتاج الاختراع فهو فورا حكى بسيط يعني عن انه هو شيء بسيط، وحكى عن الادوات اللي هو بيشتغل فيها. الاختراع والابداع بيحتاج شباب مستقبل مثل عبد الرحمن. شكرا كثير لك. عفوا. وقديش بتكوني سعيده يمكن وفرحه لما تشوفي هيك اطفال بسوريا رغم كل ظروف الحرب اللي عم نعيشها، اطفالنا وهن صغار فرسان الغد مخترعين وشباب بنكبر فيهم وبنفتخر فيهم. اكيد بنكبر فيهم، وان شاء الله يا رب هيك الايام الجايه بتكون ايام خير وتفاؤل وكل ابداعهم بينتشر وبيوصل لكل العالم. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه صباحنا لليوم، وكان معنا من مختلف الانشطه يلي عم يحتضنها معرض دمشق الدولي بدورته 59، واكيد دائما وابدا تحيتنا لابطالنا بالجيش العربي السوري حراس الامان وصناع النصر، وبفضل تضحياتهم نحن اليوم مستمرين عم نعيش لحظات هذا النصر ونوثقه ولحظات فرح ايام زمان. الله يحميكم ويكون دائما النصر حليفكم مثل ما عودتونا، وبكره موعدنا بتمام العاشرة بجدد. نهاركم سعيد ونهارك سعيد نور. نهارك سعيد سلمى. مشاهدينا حلقتنا وصلت لنهايتها لليوم من أرض الفرح وأرض الحضارات دمشق اللي عم تجمع مختلف دول العالم على أرض عم تثبت للكون بأن أرض تنبض بالحياة. تبقوا بألف خير، وأكيد تحيتنا لأبطال الجيش العربي السوري اللي نحن موجودين بفضل تضحياتكم. بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. شاموا يا ذا السيف لم يغب، يا كلام المجد في الكتب، قبلك التاريخ في ظلمة، بعدك استولى على الشعوب. شاموا يا ذا كلام المجد في الكتب، قبلك التاريخ في ظلمة، بعدك استولى على الشعوب. يا مو يا ذا السيف، يا ذا السيف، يا ذا السيف، لم يغب. ربيع فيك خبأته، ملأ دنيا قلبي التعب.
ربيع فيك خبأته ملء دنيا قلبي التعب يوم عيناها بسعة السماء والرماح السود في الهدب تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألن تحبي تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألن تحبي أنا في ظلك يا حدبة أحسب